طيب زي ما حضراتكم تابعتوا معانا كده ابرز العناوين واخبار كتير جدا هنتكلم فيها، لكن بالتحديد عايزين نبتدي حلقتنا بمباراه مصر وغينيا بالامس. هذه المباراه الوديه الاخيره لمصر استعدادا لبطوله الامم الافريقيه، وفي الحقيقه احنا كنا معتقدين ان المباراتين سواء تنزانيا او غينيا مش هيكونوا استعداد كافي للمنتخب، لكن بعد متابعه المباراه بالامس لا تحس ان استعداد كان كويس جدا. منتخب غينيا منتخب جيد، عمل مباراه جيده جدا جدا، واعتقد ان الجهاز الفني واللاعبين استفادوا بشكل كبير قوي من هذه المباراه، وشفنا جوانب ايجابيه كتير قوي قوي. في المقابل طبعا كان في بعض الجوانب السلبيه لكن قليله في الحقيقه. اداء جيد من منتخب مصر سواء قبل ما ينزل صلاح او بعد كمان ما نزل صلاح، بقى الاداء افضل بكتير، لكن في بوادر ومؤشرات جيده بعد مباراه امبارح بالتحديد. قبل مباراه امبارح لا كان التشاؤم اكتر بكتير عند الشعب المصري، لكن بعد مباراه غينيا بالامس اعتقد المنتخب عمل مباراه جيده جدا، فاز بنتيجه 3-1. بعض السلبيات اللي ممكن تكون في خط الدفاع وفي نص الملعب، ان احنا ما بنخلصش الكره بسرعه وما بنبصيش الكره بسرعه، فبالتالي بتتقطع وبترد علينا بهجمه خطره جدا، والكلام ده غير مسموح به على الاطلاق في البطوله في مجريات المباريات في بطوله كاس الامم الافريقيه. ليه؟ لان ما فيش هزار بقى، انت داخل في بطوله انت عايز تاخدها، عايز تكسب، انت بتلعب على ارضك ووسط كمان جماهيرك الكبيره والغفيره اللي هتحضر كل مباريات منتخب مصر باذن الله لحد المباراه النهائيه. يا رب يا رب المنتخب ان شاء الله يوصل المباراه النهائيه، مش بس المباراه النهائيه لا نفوز باللقب كمان. فبالتالي في السلبيات الصغيره دي اكيد الجهاز الفني بقياده مستر اجيري اللي بيلعب بطريقه هجوميه كويسه جدا، واحنا كانت وحشانا الطريقه دي بشكل كبير، اكيد هيحذر اللاعبين من هذه السلبيات من خلال طبعا لقطات الفيديو الخاصه بالمباريات السابقه، وكمان اكيد هيركز معاهم على نقاط الضعف ونقاط القوه في المنتخبات اللي احنا هنقابلها في الدور الاول بالتحديد. كده هناخدها ان شاء الله باذن الله مباراه مباراه، خطوه خطوه، وباذن الله باذن الله المنتخب يسعد كل المصريين.